فيصل، حبيت يعني نسقسيك، مع من راك عايش في هذا المنزل؟ عايش مع ولادي، المرأة وزوج ولاد، طفلة وطفل. حبيت نسقسيك الأخ فيصل، شحال عندكم وانتم عايشين لهنا انت والعائلة ديالك؟ عندنا 5 سنين لحد الآن. 5 سنين. 5 سنين. احكي لي على الظروف المعيشية ديالكم اللي هنا، كيفاش راكم عايشين، وشنو هما يعني وشنو هي المخاطر اللي كتواجهوها كل يوم؟ هي المخاطر كما نقولوا باغ اكزومبل الشتاء، الشتاء كيتصب هذه باينه على القطره، وبليس تريستي بروبليم معاها، بليس الغاز ما كانش، الغاز بوطو قرعه، سما نجيبوها من تحت حتى لهنا نعمرها، سما الطريق ما كاين، ما كاين والو، الولاد بزاف يقراو بعيده، يروح يمشيو الفوق في الجبل. الفوق في الجبل. حاجة أنا لفتت انتباهي هو حمام تاع هاد العائلة، يعني شفنا الأطفال يعني ابن صغير يعني يدوش هنا في هاد الحمام، يعني في فصل الشتاء والبرد. وهذا الدوش، هنا الدوش. العائلة هذه أنا عايشة في هاد المنزل في هاد الحي، يعني نقولوا عليه فوضوي، متواجد في أعالي بلدية مفتاح، يعني هاد العائلة عايشة لهنايا في ظروف جد جد صعبة، خاصة مع فصل الشتاء. أنا قلت لك يعني عطيت لك ملاحظة، يعني كي دخلت يعني لاحظت حاجة، بالرغم من أنه منزل يعني قصديري إلا أنه لاحظت أنك متهلية في النظافة تاع المنزل ديالك. يعني احكي لي يعني أنت كيفاش راكي يعني تجوزي يامتك هنا؟ واش نقول لك الأخت، تفاسون كل نهار تنوضي كما نقول لك بنتي تقرا في المسيد بعيده، نصف نديها نعاود نولي مع الشغل كل يوم، شاك جور كما نقول لك النظافه و سي اوبليجي، ما كما نقول لك ما نطلعوا بالطونو، انا ضالي نشري كل 3 ايام 4 ايام نشري سيتين ب 80000، الغاز رانا نعانيو منه ثاني، وشتا كما قلتي الحيط راه شتي مشقق، كي تجي شتا قويه نجيو نرقدو هنا في الكوزينه، وكيما يكونش الغاز نعانيو سي اوبليجي، كما نقول لك الدراري ضالي طبيب يوميا، هذا ونجبتو مع الطبيب، هذا ونجبتو لغدونوس راه كيما نقول لك معمره، لا غريب كراجم لانفيكسيون من القطوط، تفتحي الباب سي اوبليجي تدخل الحيوان اللي عندك، ما تفتحيهاش لا ميديتي كيما نقول لك ما تقدرش تريسبيري، هذه هي الوضعيه تاعنا نعانيو فيها. يشوفوا لينا سيدي ماشي لوجوهنا للذراري، باسكو كيما نقول لك عندهم حق في الدوله، وان شاء الله هي كيما نقول لك يسوي لنا الوضعيه تاعنا هذا مكان.